بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي أناس يتطايرون فوق الصراط فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ أهؤلاء أنبياء؟ قال لا. قال يا جبريل أهؤلاء ملائكة؟ قال لا. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال جبريل عليه السلام هؤلاء أناس كانوا يتزاورون في الله ويتبادلون في الله ويتجالسون في الله. هذا فضل الأخوة في الله. الأخوة في الله هي أمر عظيم، أن يحب الإنسان كل الأخوة في الإيمان، كل الأخوة في الإسلام. الإسلام دين عظيم، الإسلام دين مهم لكل الناس ولكل البشرية، يصلح لكل زمان ولكل مكان. نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا، أن يجمع كلمتنا على التقوى، أن يجمع كلمتنا على الصلاح، على الفلاح، لنبني أمة إسلامية صادقة مخلصة لوجه الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا برك لي في يوم طلعت فيه شمس لم أزدد فيه من الله قربا. فطوبى لكل من يسدد خطاه إلى حضرة الله تعالى، طوبى لمن مشى في طريق الدعوة إلى الله، طوبى لمن عمل معروفا أو عمل صالحا، طوبى لكل من أحب في الله، طوبى لكل من تبادل في الله، طوبى لكل من تجالس في الله. تنهض بالمجتمع إلى الأمام، إلى الخير، إلى الفلاح، إلى النجاح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.